باكرة بن حريك المنهالي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الظبي للسيد ريو بن سعيد بن غانم المنصوري، وفي المركز الرابع معاني في المركز الرابع للسيد حمد بن مطر بن عميره الشامسي، وفي المركز الخامس سيوره، في المركز الخامس للسيد حمد بن حميد بن سالم الدرعي. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، النايفة تغير إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي على مقدمة هذا الشوط مع النايفة. ها هي النايفة، وهي نايفة على المقدمة. شوط الخنجر، شوط الإنتاج على المقدمة النايفة. نشوف اللي في المركز الثاني، معاني في المركز الثاني للسيد حمد بن مطر بن عمير الشامسي، وفي المركز الثالث الظبي، لكن تدخل من تهديد شد قوي اللهجة، تهديد من تهديد العبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي، لكن معاني تخطف المركز الأول في هذه اللحظات للسيد حمد بن مطر بن عمير الشامسي. تهديد في المركز الثاني للسيد عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي، وفي المركز الثالث كسيورة، في المركز الثالث تذكرنا بكسيورة، فكرت هجن الرياسة وناقت هجن الرياسة الذي صالت وجالت على أرضية ميدان الدولة، اللي انتزعت الذهب، انتزعت الكاسات، انتزعت الرموز. هذه تيمن مسماية على كسيورة، وها هي كسيورة ان شاء الله يا راعي القحير اسم على مسمى. هي في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد حمد بن حميد بن سالم الدرعي، وفي المركز الرابع مهندسة تهندس من متر الى متر في هذه اللحظات بتوجيهات من المهندس منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس أرى إزعاج للسيد راشد بن فهد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة، المعركة هنا على المقدمة، معركة الغاي بدون أي أوامر من الإخوان الملاك والمضمرين، ركضت الغاي حتى هذه اللحظات. تهديد على المقدمة، بدأت تتسلل للسيد عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي، وفي المركز الثاني معاني للسيد حمد بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي. تغير إلى المقدمة، المركز الثالث مهندسة، قادمة، وأرى أيضا هنا الغدوم، من مشكورة، وهندسة، ومشكورة، هندسة على المقدمة، مشكورة تحاول، تبى الشكر، تبى الخنجر، تبى الناموس، لكن هنا مهندسة، هندست على المقدمة. ها هي مهندسة على مقدمة هذا الشوط، حاضرين يا باش مهندسة على هذا الأداء، على هذا العرض الذي تقدمه هنا في جازة الزايد والتراضي. تغترم من الخنجر، تغترم من التتويج، مهندسة ومشكورة. اللحظات الأخيرة مهندسة هندست على الخنجر. سلام عليكم يا أهل العين، أسعد الله مساءكم، تهانينا من الأعماق على فوز مهندسة بالخنجر منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري، وفي المركز الثاني مشكورة، في المركز الثاني للسيد سهيل بن سعيد بن محمد بالشيلة العامري، وفي المركز الثالث إزعاج وصلت في المركز الثالث للسيد راشد بن فهد بن طالب بن شريم المري. المركز الرابع هملولة للسيد صالح بن محمد بالعضيلي العامري. المركز الخامس
المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس معاني للسيد حمد بن مطار بن عميرة الشامسي. هذه النتيجة، الكاس الخنجر مع مهندسة إلى أهالي مدينة العين في زمن وقدره 5:57، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد، تهانينا لمالك هندسة منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني مشكورة 5:57، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل بن سعيد بن محمد بلشيلة العامري، والذي وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث وصلت إزعاج قاطع المسافة 4 كيلومتر في زمن وقدره 5:58، 2/10 من الثانية. تهانينا الراشد بن فهد بن طالب بن شريم المري، تهانينا للجميع.